شاد الروح عاود عاودي زعامي عاود قام الزغوا عاود دي صفر اش عاود الجماع زيد حميد غير زين الاول ارجع محمد واه محمد حماد واه واه زكريا معكم محمد بعقير رئيس جمعية التفاوين للتنمية والتعاون دوار تازقليم جماعة تمالوك. كما كتعرفوا بأن الساكنة ديال دوار جماعة ديال دوار تازقليم جماعة تمالوك تعرضت لهزة أرضية اللي وقعت واحد الكوارث طبيعية كما كتعرفوا وقعت الناس في المشاكل. الناس راه الآن في أمس حاجة لأي تعاون لأي معاونة. المهم الناس حاليا ما عندهم فين يسكنوا، ما عندهم القاطنة حطينا جوج قاطنة هنايا، ما عندهم الفراش، ما عندهم الماء الشرب الماكلة المسائل المادية، المهم المسائل المادية ككل، وخاصهم الأطباء الدراري الصغار لا العيالات لا الناس اللي مهرسين لا الناس اللي مصابين هنايا. وكما كتشوفوا الديور كلهم ترابوا وكلهم طاحوا، وخاص اللي يتعاون معاهم باش يرجعوا لديورهم هما الاولين باش يتهناو فيهم الناس. لان شحال خصنا نجلسوا هنايا في هذا القياط غادي نجلسوا هنا مده عام عامين راه ما غاديش تكفينا، الا جلسنا هنا حتى 10 سنين راه ما غاديش تكفينا. لان كما كتعرفوا حاليا راه الناس راه في كيقولهم في خطر، لان كلشي الديور مشققين كلشي الديور قراب يطيحوا يعني لا اله الا الله. المهم الناس في امس حاجه لاي ما يدور في راسك كما كيقول، وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو باش انه يدير واحد التدخل عاجل لهاد الدواوير النائيه من هنا ديال جماعه التمالوك. كل الدواوير اللي مضروره هنا في جماعه التمالوك كاي طالب الرياض ابن روس تازقليم الزاوي اي طمجوط، الدواوير كلها راهم ضرورين من ناحيه الاكل ومن ناحيه الشرب ومن ناحيه السكن ومن ناحيه الصحه والتعليم حاليا. والدار كما كتشوفوها توفى فيها واحد السيد اللي هو سميتو الدوش ابراهيم الشيخ ديال القبيله، من الناس المعروفين في القبيله بالشخصيه ديالو، الانسان طيب الله يعمرها الدار، يعني كيتعاون مع الساكنه كيدخل في المصالح ديال الساكنه. كنتمنوا الله يرحمه ويوفق في ولادو ويعطيهم التوفيق ان شاء الله ويصبرهم ويرحم جميع الاموات اللي ماتوا هنايا. راه كما كتعرفوا عندنا هنا 8 د الجثث 8 د الناس ماتوا هنايا، ونتمنوا الله يرحمهم. وكنطلبوا من جلاله الملك بانهم يديروا التدخل عاجل ان شاء الله وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا حنا دابا كنتواجدوا في دوار تازقليم حاليا جماعة تمالوك في اقليم ديال تاريدانت. حنا ما كنبعدوش بزاف على تاريدانت، شي تقريبا شي 20 كيلومتر اللي كاينة، ولكن حنا مضرورين بزاف من هذا الزلزال هذا، من هذه الفجعة هذه اللي خلفت لنا اثار كبير على الناس ديال الطواوير. حاليا ضروا حوالي جوج دواوير اللي هما متقاربين اللي هما تازقليم كور الرياض، وطاب الدواوير الاخرى بحال اللي كاين في جماعه بحال طيطان. عندنا حاليا حنا في هذا الدوار هذا الناس اللي ماتوا عندنا هما 8 الحالات ديال الوفيات اللي عندنا في هذا الدوار هذا تازقليم، وكاينين حالات اخرين في الرياض. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يرحمهم جميعا ويرزق ذويهم بالسلوان ان شاء الله والصبر. هادشي اللي كاين، وحنا حاليا المطالب ديالنا كما كتشوفوا في الناس هنا كينعسوا في الارض، كينعسوا الناس هنا في الارض فين كينعسوا، يعني ها كنفرشوا لهم الحصيرات وسميتو كنتعاونوا الدراري ما بيناتنا. والله يجازيكم بخير، لا كاين شي محسن شي اعانه، كنطالبوا من الوزراء اللي كنتخبوا عليهم وكنصوتوا عليهم. فحنا بغيناكم حاليا في هذا الوقت هذا، لا ما كنتوش معنا في هذا الوقت فما عندنا ما نديروا بكم مره اخرى. هذا هو سميتو ديالي حاليا. وكنطالبوا من السلطات العليا وكنطالبوا من جلاله الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، انه حنا راه متضررين بزاف، والناس هنا الاكثريه حوالي 90% من الديور طاحوا هنا في الدوار، والناس ما عندهم فين يدخلوا مازال. حتى الناس اللي عندهم مازال الديور ديال البريك وسميتو راه ما خايفين، الناس راه خايفين يدخلوا الديور. فحاليا الناس كاملين هما كيباتوا هنا، والناس كيفطروا هنا وكيتغداو هنا وكيتعشاو هنا.
وكما كتشوفوا كنشكروا السلطات حتى هما اعوان السلطه وكنشكروا القوات المساعده كنشكروا قائد القياده ديال تمالوكت والشيخ ديالنا حتى هو اللي كان كيوقف علينا حتى هو كيوقف على الساكنه وهادي كنعاوننا بزاف دوسيط كبير الشيخ ديال الطوار ديالنا ابراهيم الله يرحمه الله يرحمه ويرزق كما قلنا ديك الساعات الاهل هادشي اللي غنقولو حاليا وكنتمناو من الناس شي واحد اللي قادر يعاوننا باي حاجه صغيره ولا كبيره كانت فالناس راهم مضرين بزاف كما كتشوفوا كاينين عندنا الناس مجروحين هما داخل الخيمه جاو عندنا الناس هادو من برا الله يجازيهم بخير حتى هما الله يرحم الوالدين والناس حتى من داخل ديال المغرب راه كاين اللي جا عندنا وعاوننا بشويه وبالقليل وكنشكروا حتى سميتو القوات الجويه حتى هما ديالنا الملكيه القوات الملكيه الجويه حتى هما راجعوا عندنا حطوا لنا شي اعانات هنا هذا تحت هذه وجبناهم الدراع ديالنا والدراري فشكرا لكم جميعا الله يحميكم والدين اللي قادر يعاوننا بشي حاجه فمرحبا بك والخسائر اللي تعرض لها الدوار ونتمنوا ان شاء الله شي اعانه من عندهم حيت الناس مضرورين بزاف كلمات لهم اولادهم ونتمنوا والديور كلشي طاح كلشي طاح ما كاين القليل اللي عندهم مازال فين يتخبناهم السلطات المحليه تجي عن قرب النظر فهم السكان ماشي غير دوار الرياض كاين دوار هاي الطالب دوار تاع زقليمت وطنجو تاع الزاويه وتمالوت كنتمناو يجيو يحصيو هاد السكان اللي ضاعوا بزاف ضاعوا الديور ديالهم ترابوا كاملين دابا كينعسوا في الجنانات ما كاين لا فراش لا موان لا والو لا خيام لا والو نتمناو منهم جميع السكان كما كتشوفوا انت كلشي بالعين البصيره والعين القرب كلشي انت على ما بقى ملي كنشوفوا هاد الصور غانيان التعليق هذا ولد خدي الله عنده جوج وليدات الله يرحمهم ويسالهم تشوينا فيهم ولكن الحمد لله هذا امر ديال الله سبحانه وتعالى نتمناو كما كنقول كان عندهم نكرها السلطات المحليه ومنهم جلاله الملك محمد السادس يجي لهاد البلاد ويشوف ويعاوننا وراس الديور لا اله الا الله ما عندها فين يسكنوا والناس راه ضعفاء 100% ضعفاء ما نقولوش زعما راه عندهم شي اعانه من شي بلاصه ولا شي حاجه راه الناس كلهم فقراء هنا في الدواور لا من اي طاب لا الرياض تا زقليم تا طنجو الزاويه كلهم فقراء 100% ما كانش شي واحد نقول له هذه راه لاباس عليه ولا هذه نحيدها من هذه الفكره من دماغكم نتمناو مره اخرى 1000 مره النظر في هاد الناس السكان الله يرحم والدين الله يجزيكم بخير والدوار كلها راه كلشي بحال بحال كاين الفوق كاين التحت والسلام عليكم ورحمه الله.